مساء الخير، اهلا بيكم يا جماعه في قناه درابوكا لتعليم الطبله. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، في الحلقه الاولى، عن تعليم الطبله. تمام، نبتدي نفكركم باللي فات. قلنا الدوم، طبعا ايدينا صوابعنا مقفوله كده، دوم دوم دوم، التك كده التك كده، والاثنين في نفس المكان نفس الحيز. الدوم دوم ايديك، التك افتح ايديك، الدوم التك. تاني الدم صغيرة وضمونة كده، التك كده كده، دم تك دم تك دم تك دم تك دم تك. لو حبينا نركب الدم مع التك في رتم، مثلا نمشي رتم مقسوم، حبينا برضو نركب الضم والتك على رتم مثلا صعيدي، حبينا نركبها مثلا على رتم ملفوف، طبعا لو اتكلمنا عن باقي الادوات مثلا زي البندير او الدف، طبعا بيختلف تماما عن الطبلة. بندير ضمه هنا هو، تكو هنا هو، يعني كده دم تك دم 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 دم. طبعا خدتوا بالكم الصوت اختلف ازاي؟ الصوت اختلف، انما كطبلة او دهولة ضمنا هنا هو، تكيني في نفس المكان هنا هو، طبعا صوابعنا دي طبعا مش دلوقتي خالص، صوابعنا دي مش دلوقتي طبعا. ممكن بقى نركب الريتم تريكاتنا مثلا مقسوم، مثلا هدي مقسوم. لو عملناها على الصعيدي مثلا، ركبنا الدم والتك على الصعيدي بتريكاتنا، لو ركبناها على ملفوف ده اول تعليم لينا الدم. شكرا، ما تنسوش اشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، استنوني في حلقة جديدة.